تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة من وضع حد لنشاط جماعة أشرار مختصة في تقليد وتزوير الأوراق النقدية ذات السعر القانوني عبر الإقليم الوطني أه تم توقيف ثلاثة أشخاص أه تتراوح أعمارهم بين الـ 24 إلى 30 سنة وكذا حجز مبلغ مالي يقدر ب110 مليون سنتيم أه تم حجز سيارة من نوع فولكس أه فاجن وكذا وسائل الاتصال المستعملة أه من طرف الشبكة الإجرامية إضافة إلى مسحوق مجهول يستعمل في عملية التزوير وكذا عتاد الإعلام الآلي.